الثانوية الثاني عشر للانعقاد الوطني. وأبدأ بكلمة مختصرة موجزة. هذا الاجتماع الثاني عشر ينعقد في نفس الظروف التي انعقد فيها الاجتماع الحادي عشر. دور الكريم، تمر القضية الفلسطينية كما ندرك جميعا واحدا من أصعب فصولها على الإطلاق. ثمة محاولات نصوغها ونرفضها ونستنكرها. يطوب لي أن أنقل لكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رفيق درب الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وتحيات أبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه المرابط في مقدساته في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وتحيات عوائل الشهداء الأبرار، وتحيات الجرحى والمصابين البواسل وأكثر من 7000 أسير وأسيرة لا زالوا يقبعون في زنازين ومعتقلات الاحتلال، منهم الأطفال والشيوخ والمرضى.